مرحبا. اهلا احمد. والله لقيتكم، دورت عليكم كثير. ريهام انا شفتي؟ هلا كنت عم اقول لك انك صرتي اقرب لإلهم. ريهام بلا قلة عقل، انت اختي وما في حدا بالدنيا اقرب لي منك. ولك حاجتك كذب بقى، ملينا من افلامك انت ما مليتي؟ يا را يا ريت لبق تحكي معي ولبق تتعاطي معي لا من قريب ولا من بعيد. خلص يا را، انسي كل شيء قلت لك اياه امبارح. ايه يعني انا كان بدي اقعد مع اخر قعده ليك، هاي اخر واحدة بصراحه. انا اللي كان بدي اسمع وسمعته. وين؟ على البيت. انا بوصل. راحوا في شباك؟ ليه ما عم تاكلي؟ قلقانة وخايفة كثير. خايفة؟ الله يسامحك. معقول تخافي وانت مع رؤوف؟ خلص، مشكلة المدرسة وحليناها. وأنا نسيت ما قلت لك، قبل ما أروح على المدرسة خليت معاون الوزير يحكي مع المديرة تبعك وفهمها أنه أنا جوز خالتك وأنا اللي مربيكي. يعني اي شيء بصير معك بالمستقبل بالمدرسه ما بيخبروا حدا، بيخبروني انا، وهيك لا مين شاف ولا مين دري. وكمان في شغله تانية، هلا بس يجي وقت تطلع من المدرسه بوصلك قدام الباب، هيك لا مين شاف ولا مين دري، لا سهر ولا حدا من اخواتك بيعرف شيء. تمام؟ تمام. كيري لك. يارا اطلعي بلا ولدني. شفت؟ خلصنا بقى احمد، عمل لك اتركني بدي روح. يارا انا اكثر واحد بالعالم بيعرفك، لا تاخذي ولا قرار وانت هيك متوتره. مين قال لك اني متوتره؟ لكني مبسوطه وما فيني شيء، اتركني بقى. احمد لا تزعل مني، انا بعرف كثير منيح شو عم بعمل. ان شاء الله. اهلين ابو حميد. اهلين بالخال. شو وصلت لشي جديد بهالاوراق؟ ولا شي، قعدت وفتقت شي 20 مرة بس ماشي بنصيحة نضال، لازم اتقرب من رؤوف بركي يطلع معنا شي جديد ان شاء الله. وانا كمان حاولت ادور بالاوراق اللي عند عدنان بيك، وبصراحه اللي وصلت له غريب كثير. لشو وصلت؟ يا سيدي عبد الرؤوف البندقجي مفلس تماما، المطاعم ما عم تطلع ولا نص ليره، والمعرض يا دوب مكفي مصاريفه. شو هالحكي؟ ايه، وتفاجأت يا رجل، ارقام كبيره وحسابات رموز ما قدرت فكها. والله ما فهمت عليك. خالو، هذا الزلمه اكيد اكيد عم يشتغل بشي غير الظاهر. ليكون عم يشتغل بالمخدرات؟ مو شرط، في كتير تجارات بتجيب مصاري أكثر من المخدرات. مثل شو مثلا؟ ممكن نفط، سلاح. هلا ممكن يكون عم يشتغل بالمخدرات ما بقول لك لا، بس الغريب بالقصة انه عم يدفع كل ضرائبه، وهذا بيوصل لنتيجة واحدة بس، هذا الزلمة قولا واحدا عم يغسل أموال. Thank you.
قالي لها بابا، قالي لها بابا، لا قالي لها مشي عندي زي ماما بس. يلا حاضر يا رخام. يلا ماما حبيبي. يلا باي. طيب انت ليش متضايق؟ متضايق على السنين اللي راحت قدام عيوننا، متضايق على عمري اللي انسرق. مو بايدنا، كان في مشكله واقفه بطريقنا. طيب ممكن نستغل اللي جاي باسرع ما يمكن ولا لا؟ نضال المشكله اللي واجهتنا من 25 سنه نفسها لسه عم تواجهنا. ما في شيء تغير، كل واحد فينا على دين. امال انا ما عدا ذاك الشاب اللي مثل اول، انا لا فيني اخذك مسافه. مستحيل نضال، انا وراي ابني وعيلتي. طيب ليش قلتي لي انه في امل؟ لاني ما فكرت انه هذا هو الحل. لكن شو ممكن يكون الحل؟ ما بعرف، بس اني اترك عيلتي وابني اللي فنيت عمري كرماله اكيد ما بقدر. اها، بس بتقدري تتخلي عن الشخص اللي عم يستناك العمر كله. وليش ما الزلمة اللي ناطرني هو اللي يضحي؟ طب شو ساوي؟ بتخلى عن ديني، عن مجتمعي، انسف الناس اللي حواليي كله مشان ما تطلعي بس يومين معي على لبنان، نتزوج مدني ونرجع؟ شو بدك يعني قل له لابني اللي عم بيستناني اخطب له؟ قل له انا بدي اتجوز؟ معناتها المشكلة مو عندي امل، المشكلة عندي. انت ما بدك تتزوجي، انت اللي رافضة فكرة الزواج من اساسه. عن جد انا مستغرب. انت ليه زعلانة؟ انا بشوف انت لازم تفرحي وتنبسطي كثير. ليش؟ بابا لأنك كشفتيهم على حقيقتهم. ما كنت متوقعة انه يكونوا عنده اهم مني. احنا ربيانين سوا. مظبوط، الحق معك. صدقيني بابا راح تندم، وراح تندم كثير بس تعرفهم على حقيقتهم. هدول ناس تافهين، معقدين، ما بيتعاشروا. لذلك لازم تنبسطي وتفرحي. ايه؟ يلا بابا قومي غسلي وغسلي شعرتك. يلا الله يخلي لي اياك. تسلمي لي. الله لك، والله انا مالي فلق، دوج بسرعه خلص ما رح اقدر اعمل شيء. بكره بس تلاقي حالك مضطره وما في من يساوي لك وظايفك بصير عندك خلق. طب ليش لاستنى انه يصير لي خلق اذا اصلا من الاساس في مين يعمل لي اياها لهالوظيفه؟ معناها من هلا ورايح انا ما رح اساوي لك وظايفك. طب خلص خلص هالمرة، بس هالمرة مشي لي اياها، يعني والله ما عاد في وقت. رح تعمليها لحالك قبل ما يخلص الوقت. اسمعي يا ستي، من بكره الصبح انا بدي ساعدك، شو رايك؟ هيك ها؟ قول انك رح تساعدني، والله العظيم وقعت لي قلبي، بس يعني قلتك رح اقدر. ما عم ترد. ماما الله يرضى عليكي، خدي دقي لو صالحيها. امي الله يوفقك، لا تعملي لي منها دراما ودموع. هي اذا بدها تكبرها تصطفل، انا هذا اللي عندي. لك شو تصطفل؟ لك هي اختك وانت وياها مالكم غير بعض، يخرب بيتكم شو هالجيل هاد. ماما كرمالي دقي لو طيبي خاطرك كلمتين. يلا انا لا رح دق لحدا ولا رح احكي مع حدا، يلي بزعل لحاله بيرضى لحاله. وليه؟ الخناقه مشان احمد ما هيك؟ امي هداك الموضوع خلص انتهينا منه، انا لا عاد بدي احمد ولا عاد بدي غيره. ريهام انا عم احكي معك مشان اختك وبس. اختي؟ اختي طلعت شايفتني مو اختها. تصوري بعد كل هالعمر بتوقف مع ابوها واحمد ضدي. معلش ماما، هاد ابوها وإله عليها حق، وانا كمان اختها وإلي حق عليها، وهذا اللي عم تحكي عليه ومو عاجبه هو ابي اللي رباها. ليش عم تحكي على ابوكي؟ والله انت مالك فهماني شيء. خلص هي حكت وانا رديت عليها وانتهى الموضوع. ولك تضربي منك إلها، وما أيبس من راسها إلا راسك هالتنح، واضرب أنا على هالتخل فمنيح. شاهد ما صار شيء، كل القصة إنه نحن غلطنا. ليش لحتى أنا أدفع ثمن لحالي؟ هلأ أنا صرت ثمن يا طارق؟ طبعا ثمن. وقت اللي بدك مني إني ساوي شيء أنا أساسا ماني مقتنع فيه بس لأني أنا تصرفت تصرف غير واعي، معناتها أنت عم تدفعيني ثمن.
طيب في مجال تقلي شو اللي خلاك تتصرف هالتصرف الغير واعي اللي عم تحكي عنه؟ ما بعرف، ما عندي ولا سبب. يمكن أنا حمار، بس سامحيني ندمان. أنا رح أقلك السبب. أنت باللاوعي تبعك بتحبني إلي، يعني أنت مشاعرك ما قدرت تتحكم فيها لهيك صار اللي صار. هذا الكلام مظبوط، وعلى فرض مظبوط فأنا لساتني مصر أنه أنا ما لازم أدفع تمن لحالي. طيب وأنا مستعدة أدفع التمن معك، تفضل هات لشوف. عملية صغيرة، عملية صغيرة بترجعي بنت مثل أول. أيوة حلو، برافو برافو برافو. بدك يعني أدفع التمن لحالي معناها. العمى شو ها؟ هذا قرايبك عم يفتش بملفات المكتب. وشو بده لحتى يبحبش ملفات المكتب؟ عم يدور على كل شيء له علاقة فيك. وليش عم يبحبش على كل شيء له علاقة فيني؟ شو ما كان بده لازم نوشغه فورا. لا اتركه، لازم نعرف على شو عم يبحبش ولوين بده يصل. لا حجي لا، ما عاد له عندي مكان بالمكتب هون نهائيا. هذا التصرف كتير خطير، فوق منها ما في امانه. عدنان بيك، وقت اللي قلت لك المره الماضيه لازم تقلعه برات المكتب قلت لي لا، لازم نحافظ عليه ولازم يتم هون. شفت شلون انا طلعت اتصلت بمحله؟ هذا كان ايام زمان لما كان احمد غير هيك، كنت مأمنه الى ابعد حد، بس بعد اللي صار ما عاد يمشي الحال يا حشي. هلا روق، ما انت فهمني انه ملفاتك انت حاميها؟ ملفاتي محمية حجي، بس اللي حاول يوصل للوراق رح يوصل لفايلات الكمبيوتر. انا ما رح استنى هذيك اللحظه، ما رح خليه يوقع تحت ايده اي شيء. انا لازم نعرف بالاول شو هي الفايلات اللي كان عم يبحبش فيها. ما لازم نصرفه هلا، لازم نستنى. قوم ارجيني الفايلات اللي كان عم يبحبش فيها. رح ورجيك، بس احمد انتهى شغله من عندي. قولوا حساسية الموقف، ما بدي يفتح على حالي بواب. كنت بلغت الشرطة. وانت شو جاوبتي؟ شفتي شغلة ما كانت معصبة. لك شو هذا الكيس؟ هي وجبة غسيل جديدة مشان تغسلي لي اياها عمور. اي تكرم عيونك. اي بس بدك تلحقي لانه اذا قطعت الكهرباء ما بينشفوا لبكره. انت ما عليك، بكره بتيجي بتلاقيهم انضاف ومكوية. طيب بابا كفيلي. هلا انا بعرف انها كانت معصبة. الواحد لما بيكون معصب بابا بيطلع كل شيء جواته. هي حكت كل شيء بوشي من دون نتفة خجل. ايه معلش يا حبيبتي، خليها تحكي اللي بدها اياه، خليها تبين على حقيقتها. يعني شو قالت؟ انك ما بدك ياهون؟ ايه ما بدك ياهون، من عمايلها هي وامها وابوها كمان. امل خليها تكفي فكرتها. مين بده يجينا بهالوقت؟ والله ما بعرف، انا بشوف مين. انت موعد نضال؟ ابدا. أهلين يا رحمة. إيه؟ في مجال تخليني أشوفها إذا سمحت. بس ما كان المفروض تقولي الحمد لله على سلامتك، حتى لو نسياني كل شيء. لازم تتذكري أبو بنتك. كمان الله يخليك، أنا حياتي مريت علي مثل السم. كل الناس يلي بحبها أنا خسرتها. الله يخليك، لا تحرمني من بنتي. الله يوفقك. شو الحكي اللي عم تحكي؟ أنا بدي أعمل هيك؟ أنا ما عم شوفها ليارا، ما عم شوفها اشتغل كلها. ما في داعي لكل هالشي. بنتك صبية واعية، بتعرف مصلحتها منيح. خليني اشوف الله يوفقك. تفضلي تفضلي.
شوف. يلا اطلعي بابا، اطلعي. بابا مشان الله حش تضغطوا علي، انا ماني عم بشوف حدا. حرام عليكم، لك يتركوها ترتاح يومين تريح اعصابها بس. لك يا امل عيب، المره واقفه باول الصالون ما بيجوز. بابا انت روحي واجهيها، اول مره بشوفها خايفه من وجهها. اطلعي اقنعيها. بابا انا حاطلع، بس انا مثل ما انا. ماشي بابا، الله يرضى عليك، يلا وينك؟ بهدوء وتروي، وصلي انت وياها لقرار بيرضيك. يلا. حاضر. انت ام وبتعرفي قلب الام. ماما انت اكيد ما بتهوني علي، وجيتك هي عندي اياها بكل الدنيا، بس انا ما بقدر. ماما انا صار في عندي حياه جديده. هلا هيك صار يا يارا؟ هلا هيك صار. وقت كنتوا تتمقطعوا فيني شو؟ ما فكرتوا. وقت جوزك كان ماما، انت مربيتيني وبتعرفيني كثير منيح، بس كون اخذ قرار ما بتراجع عني. كنت عم شوف صوري، اشتقت لك. ماما انت ليش هيك عم تعملي معي؟ ليش من لما اجى ابوك هيك صرتي شو عم بيصير؟ بابا ما دخله، وانا ساكنه لحالي لا معك ولا معه، بس لحتى ما تفكري للحظه انه اللي عم بعمله بابا له علاقه فيه. انت ساكنة لحالك؟ مو لحالي، لحالي ساكنة مع رفيقتي لي. وابوك بيعرف بهذا الشيء؟ طبعا بيعرف وموافق كمان. لا والله مو الحق عليكي، الحق على امك اللي ما عرفت تربيكي. راحت تحكي مع يارا وتطمن عليها، هلا ها فجأة صحت فيها روح الأمومة، ما عاد تقدر على زعلها للخانو. ولك شو هالمسخرة هي؟ اه؟ مين سمح لها للخانو تطلع برات البيت؟ طول بالك بابا، والله مالي عرفانة، أنت ليش معصب هالقد؟ خلص يصطفلوا. ولك الله يريحني منكم ومن مهازلكم بقى. روحي انقبري، انقبري روحي من خلقتي، هلا بس اجي على البيت بعرف شغلي معكم، انضربي! طمنيني شو صار معي؟ اضربي منك إلى إيه؟ ماما شو اللي عم بيصير معنا؟ والله كنا عايشين ومرتاحين وما أحلانا قبل ما طلعت أبو ولا يارا. ما لها علاقة ماما، أنتي وأختك ربيانين ببيت واحد إيه؟ بس قلوبكم مو على بعض. مدري العيب مني أنا، مدري من هالدنيا القاسية ولا ما بعرف، بس اللي بعرفه كتير منيح انه العيب من عنا نحن ومن عند كمان. بس ما كان المفروض تقولي الحمد لله على سلامتك. احلى شيء لما تضحكي وبين غمازاتك. لا اكثر سيدي. غير الضحك. شايفة زعلك بالأول بيطلع على إنك ندمانة. لا بابا أنا مالي ندمانة، أصلا أنا ما تعودت إني أندم على قرار أخذته ومقتنعة فيه. أنا زعلت على ماما، تمنيت إني إلا حاضر تكرمي، بابا ما قدرت. صدقني عم حس حالي غريبة عنهم، أنا ما عم حسهم أهلي. لا يا بابا لا، نهال أمك وتحبك. بتعرفي أنا خايف هي شاكة بإنه أنا اللي عم بحرضك، علما هي اكثر وحده بتعرف انه هي مو اخلاقي. بس انا بظن انه رؤوف هو اللي بده يبعدني عنك. ليش هو شو دخله بالموضوع؟ ما بعرف، بس بابا صدقني صدقني انه هذا الشيء مو من راسه عم يطلع. يا رؤوف في شيء مره ضايقك؟ احكي بابا. لا بابا ما ضايقني، مو لانه هو كثير منيح، أبداً مو هيك،
بس لأنه أنا ما بسمح لأي حدا يضايقني. برافو عليك. صح بابا، نحن صار لازم نشوف دكتورها. لا لا، ما في ضرورة بابا، ما في حاجة. اسمعي لك، موقفك عجبني، بدي اياكي دايما قوية ان كنت موجود او ما كنت موجود. وليش مانك موجود؟ شو هذا الحكي؟ لك بابا عم قول ان كنت او ما كنت. ما في داعي لهالحكي بابا، والله بزعل منك. ها طيب حاضر. حاضر، هلا اوعيك مو بدهم للصبح لينشفوا. نامي هون بابا. ان شاء الله 600 عمرها ما ترجع، بالناقص اعلى شيء بفلوس من فلتلتها. ليش عم تعيط؟ ليش كل هذا؟ عن اني فلتنه عم تحكي؟ فلتنت بنتك فايته وطالع على كيفها. وش كان حضرتك بدك تغسلي على هذا المنوال؟ بقول لك لا، لا انت ولا بنتك، هذا البيت بيتي، والكلام اللي بدي يمشي فيه كلامي غصبا عنك وعنا. يا حجي والله هذا الحكي ما بيصير، البنت بنتي وانا حقي اشوفها امتى ما بدي. لا مو من حقك، وبتضطر بقى الدنيا على راسك وراس بنتك. انت ست مجوزه وما بصير تروحي من غير اذني. طلعي بهذيك المخلوقه اللي اسمها رضوى، رفضت تحكي معه مع انه اخوها. ليش؟ لحتى ما تكسر كلمتي. انت شو عم يخطر ببالك؟ عم يخطر ببالك اني رحت لهنيك مشان شي تاني غير اني اشوف بنتي؟ كان فينك تتصل فيها تليفون تحكي معها، لازم تروحي لعند جارها. انت بتعرف قديش كنت مأمنك وبعتبر عليك، بس اللي صار ما له مقبول ابدا. انا جاهز للي بتريده استاذ، وبصراحه انا ما عاد عندي رغبه بالاستمرار. انا اللي ما عاد عندي رغبه انك تبقى عندي هو بالمكتب، واخذت قرار بالاستغناء عن خدماتك، عم تفهم؟ انا اللي ما بدي اياك مو انت. النتيجه واحده استاذ، انا ما راح ضل بهذا المكتب، فمو كثير مهم مين اللي ترك الثاني. غريب انك مصر ما تبرر اللي صار. والله يا استاذ عدنان، لو كنت وصلت لنتيجه غير اللي وصلت لها كان ممكن نتناقش، بس انا وياك ما بتزبط بيناتنا، لانه الخلاف بيناتنا جوهري، يعني على المبادئ. منشان هيك انا ماني شايف ضروره للنقاش. خلاف على المبدا والجوهر، حلو كثير. أنا بضطر ذكرك بإخلاقية المهنة، أنت كنت مؤتمن وخنت الأمانة. لا عفوا أستاذ، بدك تسمح لي، أنا متذكر أخلاقيات المهنة كثير منيح، ومتذكر القسم اللي أقسمناه. نحن مسؤوليتنا يا أستاذ أنه نحافظ على شفافية تطبيق القانون، صح؟ أنا كثير متذكر الحكي، وإذا في حدا نسيان فأكيد مو أنا. شفافية القانون، كأنك عم تذكرني بمهنتي. ها؟ لا ولو، حضرتك استاذ كثير كبير، بس انا عم حاول وصل لك فكره انه اذا انت ما اخذته لهذا القرار كنت رح تسمعه مني. بالاذن احمد، في وراء عندك ما بعتقدوا من حقك تحتفظ فيهم. اعتبرني اتلفتهم استاذ، بس بدي اياك توصل رساله للسيد عبد الرؤوف البندقجي يلي هو اخذ القرار باقالتي من هذا المكتب، انه نحن لساتنا بالبداية، ولسه الطريق بيننا وبينه كتير طويل. شفناك بخير يا استاذ. نهال، انا كل شي عم بعمله وكل شي عم ساويه كرمالك انتي. البنات بدهم شدة وبدهم حزم. يا عدنان، يعني ما صار اللي سويت اللي بدك اياه؟ شو هاد؟
ايوه بري عليك. ماشي المنسى بنحكي. يلا الله معك. مع السلامة. مع السلامة. صباح الخير. صباح الخير. صباح. طالما فايقة ليش ما جيت افطرتي معنا؟ مالي نفس. بابا من شوي اتصل معي المحامي عدنان شريكي بالشغل، قال لي انه مسك احمد عم يتجسس على ملفات شغلي، قام قلعه. وهذا اللي كان بده يصير صهر ياخذ بنتي، ما فشر يوصل لكندرتك. بابا احمد كله على بعضه، لا عاد يهمني ولا عاد يعنيني بشي، لا هو ولا غيره. الله يرضى عليك يا بابا. يلا خاطركم ديري بالك على حالك. ايه بنت ابوها. رؤوف شو رأيك ما بقى تكبر براسي للبنت لأنه بعد فترة ما عاد نقدر له؟ بالله شو؟ بدي إياها تكون قوية، ولا حضرتك ما بدك غير يارا تكون قوية؟ ريهام من طول عمرها قوية وشاطرة وبضاي، بنتك يا خانم ما أنا قوية، يارا قليلة أدب وقليلة ترباية ووقحة. وهيك طارق متى دفشة لحتى يحضر؟ على أساس أنت قاتلة حالك على الدراسة. والله يا عمي أنا دوامي ممتاز من وقت ما قلبت على التمثيل. ليش؟ لأنه هذا الشيء اللي بحبه. الحمد لله. ما بتصدق قديش مبسوطة. هذا موبايلي. ألو لك ابن حلال، هلا كنا بسيرتك أنا وعمتي وبابا، كنت عم اقول لهم قديشك نشيط وبتحضر كل محاضراتك وما بتخلي محاضره تفلت منك. ما نكون حسدناك وبطلت تنزل. اي منيح وقفت لي قلبي لانك. لا طالما انت نازل انا كمان رح انزل. يلا بلاقي لك هنيك. جود باي. باي. مرحبا. شو فيك شيء؟ لا امي شو بده يكون فيني يعني؟ ما صار لك ساعة رايح، ما لحقت تروح وترجع؟ تركت الشغل. عن جد عم تحكي؟ ايه ماما عن جد. أنا السبب معي؟ أكيد لا خالو. يعني أنا شوي بحركش بالشغل، في شغلات ما بمرقها، فمشان هيك. بس أنت قلت لي إنه أخذت وراء ومعلومات بتهمه لرؤوف. ايه مزبوط، بس أنا مثل ما قلت لك خالو بدي حجة من زمان لأترك، وليك إجت عيديها ورجليها. والله كان شغلك ماشي والحمد لله، شو اللي صار؟ يا خالو طبيعي اني اترك بعد الشغلات اللي اكتشفتها. منين اجتنا هالقصة هلا؟ يا امي يا حبيبتي في بالشغل شغلات مو نظيفة، فمنيح اللي تركت. يلا بسيطة بسيطة بسيطة، لا تاكلها. خالو صدقني انا ماني متضايق، بالعكس انا مرتاح ومظبط اموري كلياتها، رح افتح مكتب انا واثنين من رفقاتي ومعي شوية مصاري بدبر حالي فيهم هالفترة. برافو عليك خالو برافو. اسمع لي شو رايك بالدكانه تبعها؟ عم بيقول نضال انه يمكن اصحابها ياجروها او يبيعوها. يا سيدي ممتازه وموقع الحاره كثير منيح. طيب خليني اتصل فيها هلا. الو مالك بدك تعذبي شوي بالبدايه؟ شو مفكره انت الموضوع كثير هين يعني؟ يا الله رح يطق قلبي. احيانا بقعد بفكر كيف انت بتلحق تشتغل شغلك وشغل غيرك؟ انا هي ما عم بفهمها. هلا هو صح انا كثير منيح وكثير موهوب، بس كمان تعذبت اول ما بلشت. بدك تتمرني لا تاخذ ايديك، بعدين بتصير الامور كثير سهله. طب يعني انت شايف انه ممكن اقدر اشتغل لحالي؟ حنان شبيك هنن كم ورقه يي. طب خلاص انا هلا مسكر مخي، ما عم بقدر جوعانه بدي اقوم افطر. مسكر مخها وجوعانه موافق، نطلع بنفطر وبناكل بس بنرجع بنكفي شغل. يا سيدي وانا موافقه. بنرجع منكفي شغل. لك منكفي شغل. يلا قوم بس بدنا نفطر برا. ها ساهوره حياتي اسمعيني منيح الله يرضى عليكي، الشيء اللي كنا بدنا نعمله باسبوع هلا لازم يخلص بيومين. يا حجي تكرم عينك، بس اللي عم تطلبه مني ما له سهل ابدا، يعني زلمه انا ما بعرفه، لازم لاقي طريقه مقنعه لحتى اتعرف عليه. لك يا عيون القصص كل ما انا عم تتعقد اكثر واكثر. لذلك يعني أنا بشوف إنك تحكي مع أخوك طارق وتطلبي منه يعرفك على أبوه لحبيبته يارا. صراحة صراحة أنا هذا الرجال حابب أعرف شو عم يفكر، وين عم بيروح، مع مين عم يلتقي، حابب أعرف عنه كل شيء. الله يرضى عليك. صراحة حجي
أنا ما كنت حابة أدخل أخي طارق بهالقصة أبداً. يعني أنت ما بتعرفه لطارق كتير عقله ترس ومخه بالمقلوب. يا أختي مو بالضرورة أخوك يعرف شيء. يا أختي ابنكم صار شاب من حقكم تفرحوا فيه. خلاص عملوا الخطبة بشكل رسمي. لك كتير بكير بعدين بلكي ما بده. هلأ فيها وبلاها العلاقة ماشية. خلينا نستثمر ونستفيد منها. شبانة سحار الله يقطع عليكي. أكيد في شيء غيره. إنه حدا يقلب هالقلب هيك مو منطق. يمكن لأنك ما بتعرفها لريهام مثلي. يمكن الشيء الوحيد اللي تغير هو ظرفني، أما هي لا. ابن عمتك أنا ما بعرفه منيح، بس من حكيك واضح إنه موقفه معه كان إيجابي. شو اللي غيره معه هيك؟ أنا ما عم بفهم. بتعرف طارق؟ البشر ما بيتغيروا بهاي السرعة. ريهام هي هيك طول عمرها، بس أنا ما كنت انتبه. يمكن لأنه ما كان في داعي إني انتبه أصلاً. ما كنت انتبه؟ لأنه ما كان في داعي إني انتبه؟ تفاجأتني. والله بعرف، بس هي الحقيقة. اسمعي يارا، أنت لازم تكوني منيحة مع الكل وشو ما صار، إن كان أختك أو أحمد. ما حدا منهم لازم يحس إنك واقفة مع الثاني ضده. تفضل. مثل ما هي ب 20 سنة. هذول جداد. جداد. غريب يعني صاحبها ما فتح ابنه. ليش مفتح معه؟ كمال من الاخير انا اللي اشتريت منك. شو هالحكي؟ كيف عملت هيك؟ طب مسكرها المصاري هاي منين جبت اللي صرفتها؟ نحن مو متفقين على حقها من زمان. أيه؟ هاي المصاري شغلته ومن الارباح قاسم. تعال تعال شرف. علينا حبيب. شو بنا؟ لا تكون زعلان لأنه ما رديت عليك الصبح. لك أنا عند المعرض الجديد وعمار وعمال سكوتي يا زلمة خبصة. هي مرني يا أبو حميد. تكرم عينك. بدك تأخر شهر واثنين وثلاثة ولو. نحن أخوات. فيني أفهم هلأ أنت ليش عم تبكي؟ لأنك أنت بلحظة نسيتي كل شيء. وما عاد سألتي عني. لا بعرف لا وين عايشة ولا كيف. لك ما بيخطر ببالك تطمني لي قلبي ولو. يا ماما شو هالحكي؟ يعني أنا على أساس سافرت لغير بلد؟ طيب ماما الله يرضى عليك، احكي مع أختك. ماما ريهام بتضل أختي، بس أنا ماني مضطرة أني أسمع منها أكثر من هيك. يعني شو؟ ماما أنا هلأ بالمعهد، بس أرجع بنحكي على رواق وإن شاء الله ما بيصير غير اللي بيريحك. يا را ماما أنا ما بدي أحس غير إني أنا عرفت ربي. مثل ما بدك باي. ماما وعديني. ماشي حبيبتي باي. صار لي فترة عم لحق هيك قصص، في شغلات بتخوف يا رجل. لشو وصلت؟ ما وصلت لشي نهائيا. وعلى فكرة في أسماء صارت معروفة بتشتغل بهي الشغلات. ها دائما في مشاريع وواجهات ليتخبوا وراها. ايه بس هي المشاريع كلياتها وهميه ومو جايبه همها. العالم بتفكر انه بتعمل ثروات، بس بالحقيقه هي تجاره اسلحه ومخدرات. مزبوط. طب كيف هدول ممكن يتحاسبوا بهذا الوضع؟ مين بده يحاسبه؟ ما حدا بيقدر يحاسبه. المافيات يا رجل. بهالازمه مو بس بيتاجروا بسلاح ومخدرات، عم بيتاجروا بدم الناس. انت اللي بقى هدول مين بده يقدر عليهم؟ لا لا رح نقدر له. ايه بس احمد بدك تطلع من الميمعة هي كلها، بدك تلاقي حدا من جوا يوصل لك الاخبار.
معك حق. هذا اللي عم براقبنا ما عاد شفته. ايه بس تعرف القصة بتخوف ها؟ لازم نحسب له 600 ألف حساب، كأنه رؤوف حس إنه نحن عرفنا إنه في حدا عم يراقبنا. أو بده لعب لعبة جديدة. خمس دقايق وبيكون الغدا جاهز، لحقني عاوزتك بحديث. يلا. شو؟ رجعوا قال لعوام المدرسة؟ طارق، هلا أنا مو أختك، واللي بقلبي بقول لك إياه، واللي بقلبك بتقول لي إياه. طبعًا. أنا عم بحكي عن جد بلا غلاظة. وأنا عم بحكي عن جد. شوفي. عن يارا. شو بها؟ بتحبها؟ شبك؟ ليش تبلكمت؟ معناتها حاببها يا برصان؟ لا يعني مو انه ما بعرف بس ما خطر لي فكر بهيك شيء. بالعموم حتى لو حاببها لسه بكير. ايه معناته حاببها وما عم تقلي؟ خلص انا قررت اخطب لك اياها. شو عم تحكي؟ شو؟ بنت ظريفة وبتطير العقل وحلوة ومرباية، لك هي بأي لحظة بتنخطب وبتطير من بين ايدينا؟ خلصت سهر؟ حاجة جنان بقى، الموضوع ما وصل لهون. بكير. طارق، إذا عم تفكر فيني أنا وإخواتك وإنه مو وقتها هلا، انسى هذا الموضوع. ما ضروري تتجوزوا هلا، يعني نحن هلا بنعمل قراية فاتحة وتلبيس خواتم، وبعد ما تخلصوا دراستكم بتتجوزوا. شو رأيك؟ هدي شوي، ولا تسوقي بالقصة كثير. وصلتي لعند الخواتم وقراية الفاتحة؟ سهر، أنا هلأ مو بهالوارد بنوب ولا حتى هي أساساً. هذا موضوع ما حكينا أي شيء عنه. طب خلص ترك لي الموضوع لألي وأنا بحكي معها. أختي كرمال الله لا تحطيني براسك، أنا هلأ ما بقدر أعمل شيء أساساً. احتمال البنت ما عم تفكر بهيك قصص. صحة وين؟ شو بلشتوا؟ إيش بدنا نروح عم نستناك يا بسرعة؟ يلا 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 خالو وكيلك ضمني عم سخن الاكل مره ليارا ومره لاحمد. خلينا ياكي. صحه والله. ايه ناخذ لك. ايه يا سالم شو اللي قارك؟ قل لي طيب. ما بقدر بدي اتغدى. طب اسمع خيو احمل حالك وتعالكم، ما لك مشتاق لطبخات خالتك؟ يا محمد ما اتنحك يا زلمه. خلص باكل وبيجري عندك المسؤوليات. باي الله معك. باي باي. هذا سامر برضو؟ ايه كل ما انقرق بالشغله بيحاكيني وبيشكي لي همه. ايمتى بدك تروح لعنده؟ من اليوم المساء. بدي اروح معك. خالص. يا محمد ما اطيب. صحة وهنا. شو ما فيك يا محمد؟ يسلموا ايديك يا حجي. وايديك حجي الله يخلينا اياك يا رب. حجي؟ نعم. انت بتعرفني انا كلمة الحق بقولها لو على قطع راسي. صحيح. البنت يارا من حقها تشوف ابوها اللي انحرمت منه سنين طويلة. عداكي العيب. الكلام اللي عم تقوليه كلام اصول. بس بدك الست نهال خانو تقبل بهذا الحكي بقى. ايوه الست نهال خانو. ايه الله يهديها. حجي؟ نعم. الله ينعم عليك يا رب. يعني شايفتك اليوم اروى من امبارح. سلام قولا من رب الرحيم. رضوى معناها في عندك خبريه رح تعكر لي دمي وترفع لي ضغطي. لا لا حجي لا مو هيك لا والله. بس يعني مشان روحتي لعند اخي كمال الله يخليك. خليني روح شوفه انا والولاد وما بعود بنق عليك وهيك برتاح بالك. حجي بعرفك بتخافي علي وبدك يعني ضل رايق ودمي ما يفور وما يرتفع ضغطي. لذلك قومي قومي ساوي لي كاسة ليموناد خفف فيها الضغط اللي رفعتي لي اياه لأنه تعكر دمي وارتفع ضغطي. قومي. عايش غريب بهالدنيا ما صعبة سهم الخيال.
لتحاول.